تعالوا نشوف النهاردة الصحف السعودية بتتكلم إزاي على بطل إفريقيا وبطل مصر الأهلي زعيم الكرة العربية والإفريقية عبر التاريخ، نتائجه وبطولاته وإنجازاته بتقول كده. قدامكم على الشاشة صحيفة الرياضية السعودية قالت إيه؟ الأهلي لا يخسر في آسيا، جدة تمنح الفريق المصري الميدالية البرونزية الرابعة، واتكلمت على مجموعة من الأرقام التاريخية، وفي صورة بارزة جدا لبيرسي تاو، صورة التقطت بالأمس للجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي يحيي الجماهير بعد تسجيله الهدف الثاني في شباك أراوة، وبيتكلموا على أن معلول أهدر 13 ركلة جزاء ولكن سدد وأحرز 55 ركلة جزاء. أهداف ياسر إبراهيم 30% مونديالية، أهداف ياسر إبراهيم مع الأهلي 30% مونديالية. بصوا تفاصيل الخبر بتقول إيه، الأهلي حقق الفوز على فريق أراوة ريد دومينوز الياباني بنتيجة كبيرة وثقيلة في ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة بعد الفوز 4-2. تعد جدة هي المدينة الأسيوية الرابعة التي تشهد انتصار الأهلي بالبرونزية بعد طوكيو عام 2006، الدوحة 2020، أبو ظبي 2021، من أصل 6 مواجهات في هذا الدور. طبعا بيتكلموا بقى عن تقدم الأهلي بالأهداف عن طريق مثلا ياسر إبراهيم، ثم الهدف الثاني لبيرسي تاو، ثم تدارك فريق بطل الياباني النتيجة بإحراز الهدف الأول، ثم الهدف الثاني من ركلة الجزاء، ثم الهدف الثالث والهدف الرابع، وفوز الأهلي بنتيجة المباراة. عرفتوا ليه الأهلي لا يخسر في آسيا؟ طوكيو 2006، والدوحة 2020، أبو ظبي 2021، وأخيرا وليس آخرا جدة 2023. إن شاء الله بإذن الله نلتقي في الولايات المتحدة الأمريكية 2025 مع إنجاز جديد. البطولة بهذا النظام وبهذا الشكل انتهت، والرقم القياسي اتسجل فقط كعلامة تجارية باسم النادي الأهلي. نلتقي في 2025 في سان فرانسيسكو وفي تكساس وفي نيويورك، بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن شاء الله بإذن الله مشاركة تاريخية للنادي الأهلي بطل إفريقيا اللي بيشارك وهو فائز بالبطولة مرتين. القارة الإفريقية في النهاية قد تلجأ إلى الجدارة الرياضية بناء على تصنيف الفرق في دور الأبطال عشان تلجأ لفريق رابع يشارك مع الأهلي والوداد في حال تكرار أيضا فوز الأهلي والوداد في النسخ المقبلة. طيب ده جانب الجانب